يو سلام عليكم، انا اسفي. هذا الفيديو راه مشارك بها مسابقة اليوتيوبرز الدورة السابعة اللي مضبوطها بودكاست دوريبيا. اي السوجي تاع المسابقة هو الباك. صافي ديجا 3 سوايع ديت الباك افيك لانفيتاسيون دي بيان تعاود خير، مي مازال باقي لي سوفونير دي موفي سوفونير. الحاجة الصعيبة العام اللي تكون تفوت فيه الباك هي كي تكون مستمتع بالحياة، تضحك وتلعب وزاهي وفرحان، وفجأة تفكر بلي عندك الباك. عندي الباك ما عنديش الحق باش تكون فرحان وزايد. البروبليم سي كو الضمير انك باطل، تعدي ما تريفيزي ما تحفظ ما تحنكاي، شغل عندك الضمير بصح هذاك الضمير عارف يفكرك. كاين تاني حاجة أخرى كانت تكرهني العام يكون فوق فيه الباك، هو هذاك بنادم الصامت يقول ما يتلاقاك يقول لك كاش باك 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 كاين مك. هذاك البنادم يقول ما تعرف تلقاه، واعكس باش بدل تريكو. وكاين تاني هذاك البنادم اللي زيته، وكاين تاني هذاك البنادم اللي يقول لك اوه العام في عشاء في عشاء العام تكره الرش. إذا العام اللي تفوت فيه الباك لافامي تاعك سيبورتي وكماليا ومعنويا وروحيا وجسديا وعاطفيا وطبعا. سلام بو من مك. خاصني شوية دراهم باش نشري سبردينة. ربحت باك مازال راه عاد ديسمبر، كتب باك هضر معايا باش تجيب الباك خاصك تريفيزي، خاصك دير لي زيكو لي زيكو، باش تجيب الباك خاصك دير لي زيفور، خاصك تريفيزي، خاصك دير لي كور، خاصك دير بزاف صوالح باش يفرحوا بيك والديك ويشرو لك البيزا وبا. بصح لا، انا تبلي ندير كاس صوالح دقيقه، انا تبلي ندير كاس صوالح سوف لا ريفيزيون. كيف تتحصل على البكالوريا في المنزل؟ عقد تربح بها البكالوريا، تحصل على البكالوريا بدون مراجعة. عندي الباك يفوت عليك على الكحل في لافان داني، يجي ليكزامان فينال يعطيوك سي جي تشوف فيه شوفي مليح. ونديري مخك يولي فونكسيوني هاك. في الوطفان الناس اللي مازال مفوت الباك نقول لكم باك حاجة بديت حاجة حوكي. في الناس اللي مازال مفوت الباك نقول لكم باك بلي حاجة سهلة ومش حاجة صعيبة كونسونتري و انا وديته. فانت هذه هي لافان تاع الفيديو، الله غالب ما لقيتش الوقت مع البيريود تاع ليكزام اي تو. اهلا عجبكم الفيديو ديروا لايك ثامز اب، فوتوا عليا باش نربح باش ندعي لكم باش تربحوا الباك وتعشيو. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.